احنا عايزين نعرف بقى في حاجات كتيره بتحصل للعربيه السيدات ما عندهاش بيها علم مهما كانت الست بتسوق كويس وممكن تبقى يعني زي ما بيقولوا عليها باللغه الدارجه يعني شبح في السواق بس تيجي عند الميكانيزم بتاع العربيه تلاقي فجاه أوف. العربيه جابت وش سلندر مثلا هي يعني ما تعرفش انها كانت المفروض تغير زيت الكلام ده كله أو. فانت قول لنا بقى نبتدي بالزيت مثلا <applause> إمتى نعمل تشيك اب مثلا على الزيت خصوصا في الحر اللي إحنا فيه ده أعرف منين إن أنا عندي مشكلة ما في محرك العربية أو الفتيس أو الزيت والكلام ده هو أول حاجة هنبدأ بموضوع زيت المحرك مم. طبعا عندنا زيت المحرك ده يعتبر هو أول وأهم سبب رئيسي للحفاظ على موتور العربية مم. تمام فخصوصا طبعا في درجات حرارة الصيف المرتفعة جدا زي ما حضرتك شايفة بنلاقي طبعا ده بيسبب ارتفاع في درجات حراره المحرك وده بيأثر على كفاءه الزيت واللزوجة بتاعته الناس بتستنى لحد ما يطلع لها الساين على السكرين مثلا ان الزيت محتاج يتغير في ناس تانية مثلا ما عندهاش اه فعايزين نعرف لكل الناس يعرفوا منين ان الزيت ده محتاج يتغير هو بالنسبه مثلا لو على حسب الزيت اللي حضرتك اصلا بتستخدميه في زيت طبعا بيكون بيمشي العربية 10000 كيلو، في زيت 5000 كيلو، في زيت 3000 كيلو، م. ده طبعا على حسب الزيت اللي انت حضرتك أيوة بتستخدمه. أيهما الأفضل ولماذا؟ هو طبعا أفضلهم طبعا هو الزيت ال 10000 كيلو. اوكي. اه أو ده طبعا بيتحط بالنسبة للمواتير أو العربيات الجديدة. تمام؟ طبعاً, طبعا ده بيختلف من العربية لعربية على حسب اللزوجة بتاعة المصنع ال أو الوكيل اللي هو موصي بيها أو موصي إنها تستخدم في العربية. م. فيما بعد طبعا بيبقى إيه الموتور طبعا بنقول إيه عمره اللي فرضي قل. أوه. فبنستخدم زيت اتقل اتقل ازاي اللي هو مثلا بيكون 5000 شويه الموتور بدا يتعب شويه كمان مم. بنستخدم زيت برضه ايه اللزوجه بتاعته اعلى شويه فبنستخدم زيت مثلا 3000 والموتور ابتدى يتعب دي بص هيبان دلوقتي بقى جهلي بالميكانيزم أيوه. بشده بس مش مشكله ما انا انضم لنادي السيدات اللي انا كنت بحكي عنه بلوز برضه عادي وبركن على أوه. جنبه او في نص الطريق حسب ظروفي <applause> انا الموتور بتاعي لو ابتدى يضعف هل ده ليه حل ولا طبعًا. لا ده بيبقى ديبريشيشن يعني عمر العربيه فخلاص دي حاجه مالهاش لا لا طبعا حل. طبعا بيكون لي حل آه هو طبعا حضرتك ازاي بتعرفي ان الموتور بتاعك فيه مشكله مم. اولا حضرتك بتتابعي طبعا مستوى الزيت آه بانتظام لقيتي مثلا في في نقص زيت فنقص زيت ده معناه حاجتين مم. حاجتين يا اما الزيت ده بيحصل له تاكل اصلا من من خلال الموتور يا اما في عندي في عندي تسريب زيت اوكي <applause> تمام فطبعا بضطر نروح انا اروح لمركز صيانه معتمد او مختص نشوف بالظبط ايه سبب ان الزيت بيقل لقينا مثلا عندنا تاكل زيت تاكل زيت ده معنى كان الموتور ايه بدا مثلا يدخن دخنه بسيطه من ورا بدا كده ايه الموتور ياكل زيت فكده بنحتاج طبعا احنا نعمل عمره <applause> طبعا موضوع بقى الناس لك لا ما تعمرش حط موتور جديد او شورت بلوك او استراد والجو ده طبعا ده ايه بيبقى على حسب طبعا راي العميل دي انا بس عشان ما تطفش منك هل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتختلف من العربيات القديمه للعربيات الجديده آه لا لا هو نفس الفكره آه نفس يعني حتى الفكرة. لو العربيه جديده ممكن يحصل ده من غير ما يبقى فيه ساينز قدامي من غير ما يبقى مزبوط. العربيه بتقول مزبوط. لي ان الزيت محتاج يتغير لا يعني آه ده بيحصل مظبوط مظبوط تمام فحضرتك طبعا ايه آه بتشوفي طبعا لو الموتور طبعا محتاج يتعمل له عمره او اي شغل تاني طبعا بيتعمل اللي آه انا مثلا عندنا سبب نقص الزيت ما عنديش آه هو مثلا تسريب زيت تسريب الزيت طبعا آه في ناس كتير بتتجاهل الموضوع ازاي اللي آه هو العربيه بت بتتسرب زيت مش مشكله بتنقص نص كيلو حط نص كيلو مم. طب ما وانا ماشي عادي انا عارف انها بتنقص طب ما ده خطر لا قدر الله مثلا ممكن ساعات بيكون في تسريب الزيت ناحيه الشكمان كارتيرا تقصد مثلا خدت مطب جامد ف اه كارتيرا جوانات والسهات لا شفت بقى شفت الكارتيرا دي يعني انا رحت أيوه على طول أيوه عشان ما يبانش أيوه ان انا ضعيفه لا 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 فاهمه <applause> فاهمه <applause> <applause> اه فاهمه فممكن يحصل تسريب من خطة مطب جامده ف... الكلام ده وما نتجاهلش ف... ما ينفعش نتجاهل التسريب عشان التسريب مثلا لا قدر الله ممكن يجي على الشكمان ده يسبب حريقه لا قدر الله كلام أيوه من ده أوكي مش, أوكي مش طب ايه الحاجات اللي احنا برده ما ينفعش نتجاهلها يعني انا وانا ماشيه دايما تلاقي بوستات على الفيسبوك يقول لك ايه اما بلاقي صوت في العربيه بعلي كسر كلنا بنعمل كده. خطأ. فقولي لي بقى ايه الصوت اللي لو سمعناه؟ لا انا لازم اخد اكشن دلوقتي اروح ل... لمركز صيانه، اروح لميكانيكي، ايه الاصوات اللي لو سمعناها هنا في مشكله في العربيه وما تمشيش بيها؟ هو عامة ايه اي حد فينا راكب عربيته وعارف عربيته عامله ازاي؟ تمام؟ آه صوت العربيه عامل ازاي؟ لو ح... لو حس باختلاف اكيد هيلاحظ، اي حد فينا كده سواء ست او راجل. اوكي تمام ف مش شرط اه مش... <applause> <applause> لا لا يعني <applause> <بس في> اه <ماشي. تصفيق> في الاغلب ايه بيبقى كله بيعرف ان العربيه اه في صوت غريب مش موجود ده أوكي. ده ما كانش موجود فلقينا في صوت فطبعا آه لازم نروح مركز صنع على طول آه ده مفروض في يعني صوت, بس من صوت من معين حد يقول لك بس العربيه بتكركر العربيه آه بتطرقع آه الحاجات دي حاجات كتير يعني اه في اصوات كتير بس عامه لقينا اي صوت غريب او اي مشكله في العربيه م يعني ما كانتش موجوده قبل كده يفضل طبعا احنا نروح لاقرب مركز صيانه وما نخاطرش وخصوصا في الصيف بالذات عشان الصيف قاتل هم. الصيف ده عدو العربيات